تمثيل برضك، كلنا بنمثل، بس اللي زي الحكاية بتبقى عنده زيادة شوية. كل واحد وليه دور ما بيخلصش، يتحرك من حتة لحتة، من دنيا لدنيا، وبرضك بيرجع للأول تاني من غير ما ياخد باله، ويلعب نفس الدور. زي كده بواب، احنا حياتنا كلها غيركم. نسوانكم لما بتصرخ وهي بتولد بيبقى من وجع جدتها، بس امي كانت بتصرخ من وجع قلبها على العيل اللي هتجيبه للدنيا. اكل عيشكوا سعي وسعد ضنك، بس احنا عشنا متغمس بالتراب. آخرة سعينا ربح في نفس المكان، آخرة اللقمة عندكوا شبع، بس عندنا كرامة. كل واحد يضحك على جاره ويقول له مش بعد وهو هيموت لأجل ما التاني ياكل، وفي الآخر الكل يعزم على الكل ومحدش يمد ايده في طبق. الموت الموت عندكوا اخر، بس عندنا راحة. حضن ربنا اوسع بكتير من اوضة زي التربة. في ناس ما تستاهلش تموت، بس الموت ليها نعيم، وفي ناس ما تستاهلش تعيش، بس العيشة ليهم موت بالحياة. أنا بواب، وسخت وقلبت شدهم برضك بواب حق عمري ما رضيت بيه، بس المرة دي هرضى. هبقى بواب عليك انت بس، بواب خصوصي، أكلك هيجيلك لحد عندك. أنا هتعب وهشبع وانت هترتاح وتاكل، هخليك تعيش زي الكلب، لسانك مش هيخاطب لسان حد، ولا هتشوف نور ربك الا بعد عمر طويل، ومفيش اطول من عمر الميت في التربه وهو مستني القيامه. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.